رسالة عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم، تمثلت في أن أي طالب متظلم على نتيجته لا ينتقص ذلك من درجاته الأساسية، وأن التظلم هدفه زيادة درجات الطالب وليس تخفيضها. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت أن تخوف بعض أولياء الأمور من معاقبة الطالب في حال تظلمه وعدم الزيادة في الدرجات هو أمر غير صحيح، بل أن الأصل في التظلم هو زيادة الطالب في درجاته إذا أثبتت أحقيته في ذلك، وفي حالة عدم الزيادة يحتفظ بدرجاته التي حصل عليها قبل التظلم. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتوفير الراحة للطلاب أثناء الاطلاع على كراسات الإجابة، وده في المواد المتظلمين عليها، مع منح الطلاب فرصة الاطلاع والوقت الكافي وتدوين الملاحظات. الدكتور رضا حجازي شدد كمان على حصول أي طالب يثبت حقه في درجات زيادة، وإن التصحيح الإلكتروني للأسئلة الاختيارية من الصعب أن يكون هناك سؤال أو جزئية تم نسيانها أثناء التصحيح، وده لأن الماسح الضوئي يقوم بالتصحيح بشكل متكامل. أما بالنسبة للأسئلة المقالية اللي تم تصحيحها أيضا إلكترونيا من خلال المعلمين، قد يزيد الطالب في درجاتها، لأن الأسئلة المقالية دي بتكون كل طالب بيجاوب بحسب أسلوبه، ولكن التصحيح بيكون وفق نموذج الإجابة وتقديرات المعلمين للأسئلة. وزير التربية والتعليم طالب الطلاب المتقدمين بتظلمات ضد نتائجهم الالتزام بمواعيد الاطلاع على كراسات الإجابات المراد التظلم فيها، والتوجه إلى الكنترولات في المواعيد المحددة، وده وفقا لبعض الضوابط اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي اللي هتسهل على الطلاب إن هم يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل، وإن كل طالب يحصل على ما يستحقه. شدد وزير التربية والتعليم على أن الجميع يعمل من أجل حصول أي طالب على حقه من الدرجات، ومن يرغب في التظلم ضد نتيجته في الثانوية العامة باب تقديم الطلبات متاح لمدة أسبوعين بداية من 3 أغسطس وحتى 17 من نفس الشهر. خلينا أقول لكم كمان خلال نشرتنا الإخبارية أن وزارة التعليم بدأت الثلاث الماضي رحلة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، حيث استقبلت الكنترولات الطلاب المتظلمين على نتيجة وتمكين الطلاب من الاطلاع على كراسات إجاباتهم في المواد المقدم ضدها التظلم، وأن جميع الكنترولات فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب المتظلمين. وقالت وزارة التعليم أن كل طالب من حقه كتابة أي ملاحظات يراها داخل كراسة الإجابة، مشددة على أن هناك ملاحظات تتعلق بدرجات كل سؤال أو تصحيح الأسئلة أو تجميع الدرجات، مشددة أيضا على أنه لن يتم إعادة تصحيح كراسات الإجابة مرة أخرى، ولكن سيتم فحص ما دونه الطالب في ورقة الملاحظات. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.